السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيكشن النهاردة ده عن البيكتورال ريجون، المسلز اوف ذا بيكتورال ريجون. عندنا البيكتورال ريجون هي الريجون اللي بتكون موجودة هنا في الفرونت اوف الثوركس، فيها مجموعة من المسلز بتربط الابر لمب في الثوركس. المسلز دي هناخدهم النهاردة نتعرف عنهم، هم أربعة مسلز. أول واحدة البيكتوراليز ميجور مسل، تاني واحدة بيكتوراليز ماينور، ثالث واحدة سبكيلفيوس، والسريتس انتيريور مصر. تعالوا نشوف أول واحدة البيكتوراليز ميجور مصر. البيكتوراليز ميجور مصر هي المصر اللي أنتم شايفينها في الصورة دي، مش هي المصر اللي بتطول دي، لا هي المصر دي. تمام، طيب دي مصر كبيرة خالص، الأوريجين بتاعها بيكون من المكان ده، الفايبرز بتمشي في الاتجاه ده عشان تبقى انسرتد هنا في الهيومرس. طيب تعالوا نشوف الأوريجين. الأوريجين بتاع المصر البيكتوراليز ميجور ده احنا معلمين عليه هنا في البون. الأوريجين بتاعها بيكون من مكانين اتنين، بنقول تو هيدز. الهيد من هنا نسميها كلافيكولار هيد، وجزء من هنا بنسميه ستيرنو كوستال هيد. الكلافيكولار هيد دي يعني الفايبرز دي ماسكه في الكلافيكل، بالتحديد فين؟ في الانتيريور سيرفيس اوف ذا ميديال هاف اوف ذا كلافيكل. طيب الاسترنو كوستال هيد، الاسترنو كوستال هيد ده ماسك في الاسترنوم، ده ماسك في الاسترنوم والكوستال كارتلجز اللي جنبها، الانتيريور سيرفيس اوف ذا استرنوم والابر 6 كوستال كارتلجز. اوكي، طيب كمان ممكن الجزء ده بيبقى ماسك في، مش في بون بقى، الاورجن اللي هي الهيد الاسترنو كوستال دي بتكون ماسكه في مصل ثانيه موجوده هنا، بتكون من المصلز الخاصه بالابدومن اسمها اكسترنال اوبليك، هتاخدوها بعدين. يبقى ده الاورجن كلافيكولار هيد واسترنو كوستال هيد. لو جينا نشوفهم في الصوره، ادي هيد اهي، دي كلافيكولار هيد الفايبرز ماشيه كده، وادي الجزء كل ده الاسترنو كوستال هيد الفايبرز ماشيه كده. طيب الانسرشن، المصل زي المصل دي بتيجي تكون انسرتد هنا، احنا كنتوا واخدين في الهيومرس ان ده في جروف في الهيومرس هنا اسمه بايسيبيكال جروف، له ميديال ليب وله اوتر ليب، هي بتمسك فيها يعني حافه ناحيه جوه وحافه ناحيه بره، بتكون انسرتد في الاوتر ليب اوف ذا بايسيبيتال جروف بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، حيث ان المصل بتكون عامله حركه اسمها تويست. يعني ايه تويست؟ يعني الفايبرز اللي جايه من اوريجن من فوق قوي بتنزل تعمل انسرشن لتحت، والفايبرز اللي جايه من الاوريجن من تحت بتطلع قوي تلف كده تروح تعمل انسرشن فوق، فالمسلز بتكون عامله تويست يعني لفه كده بالمنظر اللي انتم شايفينه هنا ده تويست. تمام، يبقى تاني دي البيكتوراليز، سوري البيكتوراليز ميجور مسل، ليها اوريجن بيكلافيكولار هيد واسترو كوستال هيد، والانسرشن هنا في البايسيبيتال جروف. دي ده شكل البيكتوراليز ميجور مصر. تمام، طيب